مرحبا، أنا اسمي هاشم من سوريا. شاركت ببرنامج ريادة الأعمال مع منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية. حقيقة هي كانت أول تجربة أونلاين، وكانت تجربة جدا مميزة نظرا للمعلومات والمعلومات المهمة اللي أخذناها ضمن هي الفترة اللي قدرنا نستفيد منها ضمن الحجر المنزلي أكبر قدر ممكن استثمار للوقت. بدي أشكر منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية في سوريا، بدي أشكر جميع المدربين اللي فادونا وأعطونا من خبرتهم ووقتهم حتى نقدر نستثمر هذا الوقت أكبر قدر ممكن. شكراً لكم جميعاً.